السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس اليوم سوف نرى أيضا موقع آخر يمكنك من ربح المال عن طريق بيع الصور التي تلتقطها على الكاميرا أو على هاتفك المحمول. نأتي من أجل تسجيل الموقع، هو AMAM، سوف أضع الرابط أسفل الفيديو. نأتي من أجل التسجيل نضغط على الساين إلى هنا تعبير. إذن ساين إن هي الخيار الوحيد الموجود، ساين إن. الموقع لا أدري لماذا لا يستجيب. أي أم، نعم هو. نأتي إلى هنا ساين أب فور أز فوتوغرافر، هذه لا تختار هذا الخيار، هنا هذا الخيار لمن يريد شراء الصور، هذا لمن يريد بيعها. نأتي إلى هذا الخيار نضغط هنا، نقوم بوضع الإيميل، نقوم بوضع الإيميل، نقوم بوضع مود باس معين. نأتي إلى هنا ونقوم بكرييت فري أكاونت. نأتي إلى هنا نكمل هذه نأتي إلى هنا يام النكاب، والآن ستار أبلودين. سجلنا في الموقع، نأتي إلى هنا، هذه في الخيار الأول. أما من بعد في أول مرة سوف تتسجلون، نعطيكم رفع الصور مباشرة، لكن بعد ذلك سوف تأتون إلى هذا الزر، زر أبلود، وتضغطون عليه من أجل رفع الصور. في التجربة مثلا نقوم برفع صورة معينة. إذن نفس الخيار، نقوم هنا select from computer، نأتي مثلا على سبيل المثال إلى هذا ونقوم بالضغط، الصورة تم رفعها. نأتي إلى هنا من أجل إضافة tags إلى الصورة، هذه tags مهمة. نقوم مثلا باختيار مثلا اختيار يعني الأوسام أو الوسم الصحيح الذي يمكن أن تظهر به الصورة. ضغط ضغط إلى أن يمتلئ الخط الأخضر هنا، ننزل إلى أسفل، نضع add location، نقوم بوضع المكان الذي التقطت فيه الصورة، add caption، add caption، نضع مثلا مثلا على سبيل المثال، وأطلع أصعد إلى الأعلى وأضغط post or photos. Your photo has been posted. Go to profile كي أرى الصورة. الصورة تم وضعها هي، أتي إلى هنا أدخل إليها، يقول لي verify your email. This photo can only be made by your email before there when we have connected your net on order by. إذن يجب علينا تفعيل الإيميل، تأكيد الإيميل من أجل أن تظهر الصورة. نقوم ب resend yes confirm. أتي إلى هنا نقوم ب refresh، نجد أن الموقع قد أرسلنا رابط تفعيل، ننزل إلى أسفل، verify your account، نضغط، ثم your email address has been successfully verified، نضغط على هذه الصورة لنتأكد.
كما ترون هنا بما أن الصورة يعني ليست صورة حقيقية وإنما مصنوعة من برنامج الإلستراتور، فالموقع قام برصدها فقط صورة للتجربة، ويقولنا أنها لم يتم يعني اختيارها من أجل أن تحقق الدخل، يعني لن تعرض كصورة للبيع في الموقع. إذا هكذا يتم رفع الصورة وبيعها. عندما يتم بيع الصور سوف يخبرك الموقع بذلك. وهنا كما ترون فور وضع الصورة تم الإعجاب بها من طرف هذا الشخص كما ترون. إذا هذا هو موقع AM، سوف أضع رابط الفيديو. في حال وجدتكم أي صعوبة مرجو وضع ذلك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.